الماتش كان زوين بزاف وانا استمتعت بزاف الشوط الاول اكثر من الشوط الثاني. الشوط الثاني بحال عيا والدراري شويه، ولكن الحمد لله تاهلنا وحنا فرحانين بهذا الريزلت. هذا الفريق اللي كنا لاعبين معاه كان قوي بزاف، ولكن هذا الشيء ما غاديش يخلينا اننا ما نتاهلوش ولا ما نربحوش. فالحمد لله جاوني الدراري لعبوا زوين ولعبوا بواحد الطريقه اللي هي زوينه ونستاهلوا ان شاء الله يربحوا يا رب. جلسنا في القهوه كاملين غير البنات والعيالات، فكنقدروا كنقدروا حيت حنا كتعرفوا حنا البنات الغوات والرجال الرجال كيبغيو الصداع، دونك لقينا راحتنا هنايا كنغوتوا كيما بغينا كنهضروا كيف ما بغينا، وما كرهتش يكونوا بحال هاد البلايص بزاف ابار اكادير كاع المدن يكونوا قهاوي مختصصين للبنات باش يلعبوا يتفرجوا في الكره يلعبوا حتى يلعبوا كره، دونك باش انهم يتفرجوا على راحتهم. بالنسبه للدراري تبارك الله عليهم داروا ان بون ماتش، يعني تقاتلوا بما فيه زعما ما شاء الله. راه ديجا شفتوا الماتش تكونوا تفرجتوا ليه، يعني عطاو 100% داكشي اللي عندهم. المنتخب حتى هو اللي كونطرينا ماشي منتخب اللي هو بالسهل، يعني راه منتخب اللي هو قوي، ولكن الحمد لله عندنا امكانيات وطاقات هائله. بالنسبه للتشكيله اللي حط سير كراكي تشكيله في المتناول، يعني احنا ديجا عندنا درايه بلي بوست ديال كل لاعب وشنو كيلعب الحمد لله. نتيجه ما بيهاش في الحقيقه، ما نكذبوش على راسنا لان بغينا حنايا 3 بوان باش نتاهلوا ان شاء الله كما داروا الفرق الاخرى الانديه ديالنا العرب بحال السعوديه تونس. مي الحمد لله المنتخب ديالنا قوي، كنتفائلوا خير ان شاء الله وكنتمنوا ان شاء الله الماتش الجاي يحققوا 3 بوان ديالهم، لان بغينا الصعود وعندنا بون ايكيب وعندنا منتخب اللي هو قوي اللي يشرف العالم العربي والعالم باسره، ونتمنوا خير ان شاء الله من القدام وديما مغرب ديما مغرب. لا تبارك الله عليهم لعبوا مزيان تبارك الله، كانوا لاعبين في المستوى، واخا حنايا عيالات ما كنفهموش في الكره بزاف، ولكن تبارك الله عطاو كاع داكشي اللي عندهم. كنتمنوا لهم التوفيق واخا ما ربحوش، ولكن فرحونا بزاف لعبوا مزيان تبارك الله عليهم. صراحه لقينا راحتنا بزاف، تفرجنا غير اونتخ فام، كانت مقابله زوينه ولقينا راحتنا بين العيالات. كان غيكون كان واحد الجو ناشط بزاف، كانت واحد لومبيونس خطيره عجبتنا بزاف ولقينا راحتنا. صراحه الماتش داز يعني في واحد الجو اللي حماسي، وكان شويه ديال ستريس حقاش ما تسجل حتى شي هدف، ولكن المنتخب تبارك الله دار الاداء ديالو ولعب بروح قتاليه مع انه ما تسجل حتى شي هدف، ولكن الحمد لله بين المنتخب على القوه ديالو. انا ما كنفهمش مزيان في الكره، ولكن الخلل اللي كنشوف ان المدرب ما دخلش اللعابه من الاول، ما دخلش شحال من لاعب اللي كان في الاول كان يقدر يسجل هدف، يعني خلى لعابه مهمين حتى الدقائق الاخيره ويخرجهم. يعني انا كيبان لي هذا هو الغلط اللي دار المدرب. بحال الحمد لله كما شفتوا في المباراه كما شفنا ما دخلوا حتى يعني حتى الاخير، يعني كون كان في الاول كان غيحمس الجمهور والجمهور غيتحمس واللعابه هما غيتحمسوا، يعني كان غيتسجل هدف. اخترينا ان تكون غير النساء فقط باش ياخذوا الراحه ديالهم ويتفرجوا في اجواء اللي هي مريحه ومزيانه، وكنتمنى فكرتنا الاعجاب النساء والمجتمع ككل. يعني راه النساء ماشي ما مهتماش، غير ما لقاتش المجال باش انها يعني توري بانها حتى هي مهتمه بالكره، حتى هي رياضه كجميع الرياضات. الكره راه ماشي حكر على الرجال بوحدهم، حتى النساء كيبغيو يتفرجوا كيبغيو يلعبوا الكره. الماتش كان زوين بزاف والدراري لعبوا زوين تبارك الله عليهم، داروا ما في جهدهم والحمد لله يعني تأهلوا. دونك كنتمنوا ان شاء الله في الماتش الجاي يربحوا، وحنا فرحانين بزاف، احنا المغاربه متشوقين لشي فرحه كبيره باذن الله، ان شاء الله كنتمنوا الخير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.